امبارح اعلنت رابطه اللاعبين المحترفين تتويج محمد صلاح، ده كان خبر رائع جدا، وبجائزه هنا افضل لاعب في منافسات البريمير ليج عن شهر سبتمبر الماضي في فئه تصويت الجماهير. طبعا دي حاجه محترمه جدا. سجل محمد صلاح مؤخرا كمان هدفي الفوز لصالح ليفربول زي ما احنا تابعنا امام ايفرتون، وكلمنا في تفاصيل المباراه دي تحديدا. ووصل بده رصيد محمد صلاح لسبع اهداف عشان يقفز لوصافه جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الموسم الجاري، وده خلفا للنرويجي هالاند طبعا مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 9 اهداف. وعشان كده انا قلت لك هالاند ممكن جدا على فارق السن طبعا قدام ومع مرور السنوات هو فعلا يحقق ارقام مختلفه كمان عن ميسي وعن رونالدو وربما عن صلاح. على كل حال كمان رفع محمد صلاح رصيده ل 146 هدفا في الدوري الانجليزي عشان يتخطى السجل التهديفي للتاني. هنا بقى النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي صاحب المركز الثالث عفوا ال 13 بقائمه افضل هدافي البريمير ليج عبر التاريخ. فيعني ارقام كل يوم، يمكن زي ما بيتقال محمد بيصنع او محمد صلاح بيصنع تاريخ جديد. وعايز اقول لحضراتكم خلاص هو فاضل كده 4 تقريبا اهداف ويدخل محمد صلاح قائمه افضل 10 في تاريخ هدافي البريمير ليج. كل التوفيق طبعا ليه، واعتقد ان هو مش هيوصل لده بصعوبه، يعني ممكن جدا في خلال فتره قصيره يتم تحقيقه. يعني ده يتقال عليه انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه. يعني في ازمنه يعني سابقه كان من المستحيل ان حد فينا يتخيل ان هيكون عندنا حد بيتقال عليه اللي انت بتحكيه ده، مش من مصر بس ومن افريقيا حتى. صحيح صحيح. طيب عايزين بقى نقول لكم خبر هيكون حلو بالنسبه لعشاق الميلان بشكل خاص، لان طبعا الميلان الحقيقه السنه اللي فاتت عاد بقوه لدوري الابطال ولعب نصف النهائي بعد غياب سنوات، وبناء على كده حقق ميلان ارباح كبيره جدا لاول مره من 17 سنه. اعلن النادي انه حقق ايرادات سنويه قياسيه بلغت حوالي 404.5 مليون يورو بزياده قدرها 36% عن السنه اللي فاتت. طبعا جاء هذا الارتفاع في الايرادات مدفوعا بارتفاع المبيعات التجاريه ومبيعات الرعايه وزياده الدخل من حقوق البث التلفزيوني. وبدات يعني نقدر نقول ان بلغت الارباح الصافيه حوالي 6.25 مليون يورو، وهي دي الرقم اللي ما اتحققش بقالهم فتره طويله، دي المره الاولى للنادي من 2006. فطبعا في حاله من النشوه هناك عند عشاق الميلان. طبعا كان نادي كبير جدا وما زال طبعا، لكن في دروب كبير جدا حصل طبعا. اسماء كبيره جدا لعبت في ميلان ولحد دلوقتي كمان مسيرتها موجوده مع الكره عامه الايطاليه، لكن طبعا الدروب من 2006 زي ما انت بتقول ده صعب جدا. لكن الحاجات دي بقى انا مش فاهماها قوي، زي مثلا برشلونه اللي حصل، بس احنا فاهمين الاسباب صحيح. وقتها، بس نادي قوي جدا ولعيبه تقال جدا ونتائج رائعه، فجاه تلاقي دروب كبير حصل. واعتقد وقتها ما كانش الاسباب لها علاقه ابدا بالشق المادي، ونتكلم على ميلان تحديدا عكس برشلونه كان تقريبا حاجه ليها علاقه بالاداره برضو اللي اثرت بشكل كبير. ويمكن برشلونه حصل فيه ده وده الاثنين مع بعض فادى للنتائج دي، بس دلوقتي برشلونه ربما رجع مره ثانيه.